ويقول سلمك الله في سؤاله الثاني: ما رأيكم فيما يسمى الآن بالربيع العربي؟ والله ما شفنا ربيع، ما شفنا إلا قتل، ولا شفنا إلا فتن، ولا شفنا، ما هو ربيع هذا، هذا دهر. نعم، اللي مسمينه بهذا الكفار، المسلمين ما سموا هذا الربيع، سمونه الفتن والشرور. نعم، أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الثالث في قول النبي صحيح أنه ربيع للكفار، لأنهم يضرون به المسلمين، وهم يسرهم ما يضر المسلمين، يسرهم هذا هو ربيعهم. نعم، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.